السلام عليكم اخوتي. التحدي ديالنا هذا النهار هو غادي نعمروا فمنا بالماء بثلاثه، وغادي نتفرجوا واحد الفيديو ديال الضحك. اللي ضحك فينا وخرج له الماء فمه، اما يشرب بيضه ولا يتضرب به، هو غادي يعزل ليه. المهم اخوتي نبداو دابا التحدي. وا بيضه شد. بسم الله. ها هو ها هو ضحك. راك ضحك. لا شرب ولا تضرب؟ تشرب ولا تضرب؟ تشرب ولا تضرب؟ انت بلعتي الماء. لا انت شرب ولا تضرب؟ شرب ولا تضرب؟ شرب. ها تما خويا، ها هي بيضة، ها هي بيضة. خليها خليها. اش من خضراء عندك تحسن. ها انتما الكاميرا مال شرب. البيضة الاولى مشات. البيضة الاولى مشات. اشرب اصاحبي. اشرب بيضة 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 اللي خسر اشرب بيضة كان يموت. كان يموت لنا. دابا غادي نعاود التحدي، نعاود نشوف شكون اللي غادي يخسر عاوتاني يشرب بيضة. تيتسال هاد البيض هاد. هاداك شي حاجة كيبلع الماء، راه مراقب. Thank you.
حبيبي عايش صاحبي انا اجي اجلس اجلس كله بعد كله بعد اتذكر الله بعد شوف 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 وريهم وريهم ولولا ها واحد شوف فيا باش نشرب ثاني واحد او صاحب منا ضربناه ببيضة كان كيشرب الماء كان كيغش الفيديو هو سهلة ضربناه ببيضة بالسيف عليه واخا ما بغاش يتضرب ضربناه ما خوتي الفيديو هو سهلة كنتمنى يكون عجبكم ما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشي كومونتير زوين ديروا لنا كومونتير للتحدي الجاي قولوا لنا دابا اي واحد كيتفرج يبغى يدير كومونتير يقول لنا شنو نديروا له في التحدي الجاي انا اخوتي باش ما يبقاش فيهم الحال نضرب راسي بالبيض ولا نضرب صاب الله المهم اخوتي كلشي كلشي هبط اكتب لنا في كومونتير التحدي الجاي اللي بغيتي ندير المهم اخوتي ما تنساوش تابوناو في القناة اللي مازال ما ابونيش في القناة دابا هبطي برك عليك البطل الحمراء دابا هبطي ابوني الفيديو الجاي ان شاء الله دير باي باي دير باي باي ضربنا لك بويضه يا شاف يسر لكم اخواتي المهم التحدي هو سالي اللي مازال ماش ابوناش لا غير تضغط على البطل الحمراء لا غير ابوني الفيديو الجاي ان شاء الله تشاف اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر.